ايه رايكم اتكلم الاول بس بسرعه كده عن حاجه حصلت اليوم، حاجه مهمه جدا يعني جدا، وانا اتشرفت ان انا كنت متواجد اليوم في ندوه او ممكن نقول عليه اجتماع في المجلس الاعلى للاعلام في تواجد الصحفي الكاتب الصحفي الكبير استاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام. كان في عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين والناس المهتمه بالرياضه المصريه وبكره القدم طبعا بكل تحديد. القعده دي كانت قعده فعلا مثمره، قعده مهمه، جزء منها قدام حضراتكم اهي، الساده الاعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين اللي كانوا متواجدين النهارده. كل الناس اللي بتشتغل في العالم الرياضي، تقريبا معظم الناس اللي بتشتغل في العالم الرياضي في مصر كانوا موجودين. كله اتكلم بصراحه، كله اتكلم براحته، كله اتكلم وقال الحاجات اللي ممكن تفيد الفتره اللي جايه عشان نوصل لمرحله ان الاحتقان ما يقلش بقى، ينتهي تماما. دايما نتكلم على جمله الاحتقان يقل. النهارده زي ما تحركوا مجلس الاعلى للاعلام برئاسه الكاتب الصحفي الكبير استاذ كرم جبر، عقد لقاء مع لفيف من القاد والاعلاميين الرياضيين لمناقشه مدونه سلوك الاعلام الرياضي الذي اعدها المجلس، والتي تطالب بضروره الحفاظ على حيويه الاحداث الرياضيه وعدم الانزلاق الى اثاره التعصب او اي نعرات دينيه او طائفيه او تشجيع للعنف. دي من الحاجات اللي كانت مهمه النهارده اللي الكل اتكلم فيها. تعالوا نشوف جزء من هذه الندوة أو هذا الاجتماع مع السادة الإعلاميين والنقاد الرياضيين، ونرجع نكمل مع إسلام ومروان. خليكم معنا. اتفق الرأي على عدة توصيات. التوصية الأولى تشجيع الفريق القومي في مباراته ضد السنغال وحشد الجمهور بروح رياضية جميلة، بحيث أن تبقى هذه الأيام ابتداء من يوم 25 حتى المباراة الثانية احتفالية جميلة كده. وقلنا طبعا هنعمل هاشتاج مضمونه يعني ان اللعيبه تلعب وربنا اللي بيوفق. احنا بنتجمع دلوقتي عشان يبقى في يعني شيء من ميثاق الشرف ان احنا نبقى كلنا برضو ورا منتخب مصر في المرحله اللي جايه باذن الله ان شاء الله. في نفس الوقت طبعا عدم التجاوزات، عدم وجود منافسات، القنوات اللي بتمثل الانديه لابد انها تلتزم بالميثاق اللي محطوط النهاردة في الاجتماع. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا رأيي حاجة في موضوع منتخب مصر، وقلت لحضراتكم قبل كده أكتر من مرة، في موضوع منتخب مصر هو ما فيهوش وجهات نظر. أنا أفهم أنك تتكلم في وجهات نظر طبعا فنية ماشي، تتكلم على أخطاء موجودة ممكن بإطار معين بدلائل معينة، إيجابيات كثيرة تتحدث عنها. منتخب مصر وجهة النظر الوحيدة في هذه اللحظة الدعم ثم المساندة ثم تحفيز اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتيجة محترمة إن شاء الله قدام المنتخب السنغالي، والنتيجة المحترمة بالنسبة لنا هي الفوز إن شاء الله بمجموع المباراتين والوصول لكأس العالم.